ولا نزالوا على طريق المشاية إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. وكما رأيتم وكما تشاهدون الكثير سائرون إلى الإمام الحسين، كل حامل في قلبه أمنية ما. الكثير لعله أيضا يتساءل، لماذا سنية تأتي إلى الإمام الحسين؟ لماذا مسيحي يأتي إلى الإمام الحسين؟ لا يمكن أن نفهم هذا البعد إلا إذا ذهبنا إلى ثورة الإمام الحسين حقيقة. هذه الثورة التي اليوم لما نسأل مباشرة عنها نقول هي ثورة ضد الظلم. كل إنسان يعيش في حياته ظلماً ما. سائرون من النجف إلى كربلاء، ولكن في الحقيقة كل واحد منا يسير في حياته طريق مشاية. آخر هذا الطريق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن لأحد في هذه الحياة أن يمر مسلماً دون أن يكون وصوله إلى آل البيت. لعل الكثير من المتابعين سيتساءلون كيف يكون إلى آل البيت؟ سأقول كلمة إلى من ليسوا شيعة وذاهبون إلى الإمام الحسين، اعلموا أن الإمام الحسين سلام الله عليه قلبه متصل بالله واستشهد لأجل الله ولله سبحانه وتعالى. إذن فإذا كنت تريد أن تسير إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، فعليك في حياتك أن يكون قلبك سائر إلى الله سبحانه وتعالى. نلتمس هذا السير اليوم في قلوب كل هؤلاء العشاق الذين يمشون رغم التعب رغم الحرارة. عائلات تسير إلى الإمام الحسين، لما نراهم نقول عجيب. في حياتنا اليوم كلنا نبحث عن معرفة الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام علي عليه السلام، أول الدين معرفته. معرفة الله سبحانه وتعالى تمر عبر معرفة آل بيت رسول الله وعبر الحب بادئاً لآل بيت رسول الله. لما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. حب الله سبحانه وتعالى موصول بحب الحسين. يقول أيضاً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله. وعلي هو أبوه للحسين، هو الذي ربى الإمام الحسين، هو الذي علم الإمام الحسين. اليوم للأسف نحن لا ندرك أن التربية الروحية نحتاج إليها، وهي عمق هذه المسيرة التي ترونها اليوم إلى الإمام الحسين. لا تتوقع أنه من السهل أن يمشي المرء مئات من الكيلومترات حافيا أحيانا مع أذن في أصابعه وفي أقدامه إلى الحسين، ولا يكون عنده دافع روحاني رباني. لا ينتظرون مال، لا ينتظرون جاه، لا ينتظرون مناصب، ولكن عندهم جانب روحاني يدفعهم إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. لأجل ذلك أنا أتيت إلى الإمام الحسين عليه السلام. أتيت وأنا أحمل في قلبي الكثير من لن أقول الأماني، ولكن سأقول الحب والعشق للإمام الحسين. على مدى حياتي الكثير قالوا شيعية، الكثير قالوا سنية، الكثير قالوا صوفية، الكثير كل من يرى عندي جانب من جوانب في حياتي معينة. لكن الحقيقة وجودي هنا لكي أقول لكل الذين يتابعوني أن الإمام الحسين سلام الله عليه هو نجاة كل واحد منكم. لا تحتاج أن تكون شيعيا لكي تكون مع الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين هو دافع عني وعنكم، دافع عن كل الأمة الإسلامية، دافع عن كل الإنسانية. هذه القيم التي فقدناها اليوم للأسف الشديد، والتي كل امرئ باحث عنها، باحث عن الأخلاق، باحث عن الانتماء،
باحث عن استقلاليته في نفسه في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. استوقفني اليوم وأنا على طريق المشاية شخص من أمريكا من أصول إيرانية، سمعني أتكلم الإنجليزي فجاء مباشرة يتكلم معي، قال لي أريد أن أتحدث معك، وبدأ يتكلم عن حياته. رجل أعمال أمريكي كان يشتغل في كل ما هو جيتارة وموسيقى، قال لي أنا الآن في عمري هذا ساير لي أكثر من 20 سنة أسير إلى الإمام الحسين. فأنا قلت له ما الذي يجعلك تسير إلى الإمام الحسين؟ قال لي بصراحة أنا عشت كل ما يمكن أن يعيشه المرء في حياته، البذخ والسفر وكل الأشياء التي يتمناها أي شاب يريد حياة دنيوية، ولكن كان هناك شيء ينقصني. وفي البداية كانوا يقولون لي تعال معنا إلى الإمام الحسين مشاية، فكنت أرفض، حتى جاء اليوم الذي مشيت لأول مرة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، وهنا أدركت أن الشيء الذي كنت على مدار تلك السنين أبحث عنه كان في الخطوات التي كنت أخطها إلى الإمام الحسين. فأنا قلت له ما هذا الشيء الذي تبحث عنه؟ قال لي الجانب الروحاني، كنت أغذي الجانب المادي الجسدي العقلي فيه، ولكن انتبهت أنه أحتاج إلى تغذية الجانب الروحاني. بدأ يحدثني ويقول أن الحياة هذه ولا شيء، نحن كلنا ذاهبون في الآخر إلى الله سبحانه وتعالى. يقول لي أشعر لما أمشي على طريق الحسين بمدى أهمية أن يتصل المرء بربه أيا كان ماذا يفعل أو أيا كانت ما هي حياته. الناس تعيش في حياتها باحثة عن الجانب الروحاني، تعيش في حياتها باحثة على ما يغذي هذا الجانب الروحاني. اليوم نكاد كلنا نفتقر إلى هذا الجانب. لا تتصوروا أن الإمام الحسين استشهد لأجل شريعة معينة، الإمام الحسين استشهد لأجل هذه التربية الروحانية، هذه المعرفة لله سبحانه وتعالى. أول الدين معرفته. ولذلك ترون كل هؤلاء يسيرون إلى الإمام الحسين. لما أنظر عجيب حقيقة، يعني الأعمار الوجوه التعب وسائرون. أحيانا أنظر لأشخاص لا يستطيعون أن يغيروا الخطوة وراء الخطوة ولكن يكملون، هناك من عندهم إعاقات. أنا أقف أقول يا الله لو أنا كل سنة أمشي هذا المشي يمكن لا أستطيع، لا أقدر على هذا المشي، ولكنهم سائرون. ما الذي يدفع الإنسان إلى هذا السير؟ أتتساءلون ما الذي يدفع الإنسان إلى هذا السير؟ لا تتصوروا أن كل هؤلاء فقط شيعة، لا تتصوروا فقط أن كل هذه المواكب التي أبدع بأتم معنى الكلمة، إخواننا العراقيين في خدمة الزوار، وككل سنة وفي كل سنة ترون الزوار بالآلاف، لا ليس بالآلاف، بل وصلوا أحياناً إلى 24 مليون شخص. لما هذا العدد يدخل إلى مدينة واحدة ويخرج من مدينة واحدة، نحن لما نسمع عن آلاف يكون هناك بعض الحوادث وبعض المشاكل. أيام وأنا أمشي لم أرى أي غضب من أي شخص، لم أرى أي ردة فعل سلبية، بل رأيت إيثار، رأيت محبة، رأيت مساعدة، الكل يدعو للكل والكل يمد يده للكل. ما هذا السر؟ هل تتصورون أن الإنسان قادر إلى هذه الدرجة أن يكبح نفسه؟ الإنسان أحياناً من التعب بهذا المشي ومن الحرارة، مثل هذه الحرارة تصل إلى 50 درجة في العراق، ورغم ذلك نلتمس هذا الجانب الذي هم فيه بأعماقهم يعطون. نفهم أن الإمام الحسين سلام الله عليه استطاع أن يزرع في القلوب هذه التربية الروحية. ففي الحقيقة الإنسان لما يكون في الإيثار ولما يكون في العطاء ولما يكون في عدم الغضب يخرج من جانبه الشيطاني إلى جانبه الرحماني. فالإمام الحسين كان الدرس الأعظم على مدى التاريخ لإثبات هذا الجانب الرحماني، برغم أنه استشهد فكان هذا الجانب الروحاني يثبت ويظهر أكثر في 40 ومن خلال إحياء 40 على مدى كل هذه السنوات.